في ايه يا شمس؟ ما تقلقيش خالص، ان شاء الله بكره الصبح هنعدي مرحله الخطر. هيفوق امتى؟ انت تقدري تكلميه دلوقتي، هيسمعك، بالعكس صوتك هيساعده انه يفوق اسرع. انا هستنى تحت ورشا تبقى قريبه منك، لو احتجتي اي حاجه اندحي عليا. يلا يا رشا. دايما بتقولي كده. أنا عايز أنام.